بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الثاني عشر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيع الأصول والثمار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. باب بيع الأصول والثمار. الأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره. والثمار يراد بها ثمار النخيل والعنب والأشجار التي يقصد ثمرها للأكل. ويراد بالأصول الدور والأراضي والبساتين. ومعنى ذلك أنه إذا باع داراً أو باع أرضاً أو باع بستاناً، فما الذي يدخل في البيع والذي لا يدخل؟ لأن الدار تشتمل على أشياء، تشتمل على جدران وسقوف وأبواب وفرش ومرفقات، مرتفقات من خزانات ومراوح في الوقت الحاضر، مكيفات. فإذا باع دارا فيها هذه الأشياء، فما الذي يتبع المشتري وما الذي يتبع البائع منها؟ هذا هو المقصود، هذا هو مقصود الفقهاء. وكذلك إذا باع أرضاً وهذه الأرض فيها زرع أو فيها أشجار أو فيها مباني، فما الذي يتبع البائع وما الذي يتبع المشتري؟ كذلك إذا باع البستان وهو الحائط الذي يكون فيه نخيل ويكون فيه أشجار وفيه آبار وله مسائل مجاري سيول، فما الذي يتبع البائع وما الذي يتبع المشتري؟ هذا مقصود الفقهاء، معرفة هذه الأشياء من أجل فصل النزاع بين الخصمين إذا حصل خصومة. فيقولون: أنت يا بائع لك كذا وأنت يا مشتري لك كذا. هذا هو المقصود من دراسة هذا الباب، وهو باب عظيم. نعم. مسألة: ومن باع نخلاً مؤخرة فالثمر للبائع متروكا في النخل إلى الجدال. إذا باع النخل والنخل فيه طلع، قد ظهر طلعه، فلا شك أن النخل يتبع المشتري، لكن الطلع هذا من يتبع؟ هذا فصله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع. ومعنى أبرت لقحت، إذا تشقق طلعها ولقحت فإنها تتبع البائع، لأنها عين مستقلة لا تدخل في العقد، وإنما الذي يدخل في العقد هو نفس النخل فقط. وأما إذا باع النخل قبل أن تؤبر، يعني قبل أن تتفتح أكمامها، قبل أن تتفتح أكمامها، فإنها تتبع المشتري، تكون تابعة للنخلة. هذا قوله صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع. إذا شرط المبتاع أن هذه الثمرة التي تفتحت وظهرت تتبعه فله ما شرط، أما إذا لم يشترط فهي للبائع. إذا شرط المشتري أنها تتبعه فهي له، وإذا لم يشترط فهي للبائع، لأنها عين مستقلة لا تدخل في العقد إلا بشرط. نعم. إلا أن يشترط المبتاع. نعم. قال ابن عبد البر: الإبارة عند أهل العلم التأثير، وقيل التأثير ظهور الثمرة في جفن القلم، والأول أشهر. تأبير
من باع نخلا قد أبرت. ما معنى التأبير؟ التأبير المعروف أنه التلقيح، وهو وضع شيء في قنو النخلة من ضلع الفحال حتى يصلح، هذا هو التأبير. فهل المقصود بالحديث نفس هذا العمل، أو المقصود إذا تشقق الطلع من أكمامه ومن جفه، جف الطلع هذا؟ الجف يراد به الكم الكافور الذي يكون على إذا انشق، فهل الانشقاق، هل المراد بالحديث التأبير الانشقاق، أو المراد به التلقيح ووضع المادة المعروفة فيها؟ العلماء اختلفوا على قولين. قول الأول أنه الحديث على ظاهره، وأن المراد التلقيح يعني وضع المادة المعروفة من الفحال. والقول الثاني أن المراد تشقق الطلع ولو لم تؤبر، ولكنه عبر بالتأبير من باب الغالب، لأنه إذا تشقق تبين وصار عين مستقلة. على كل حال الأمر في هذا سهل، المهم أن نعرف أن النخل إذا تشقق طلعه فإنه لا يتبع الثمرة، هذه لا تتبع الأصل، وإنما تكون للبائع ولا تكون للمشتري، لأنها عين مستقلة وتبقى على النخل إلى أن تصلح أوان الجذاب، تبقى إلى أوان الجذاب، يكون الأصل للمشتري والثمرة للبائع، وكل منهم يقوم بما يلزمه، المشتري يقوم بما يلزم للأصل، والبائع يقوم بما يلزم للثمرة من النفقة. نعم. والأول أشهر لأن الحكم متعلق بنسب الظهور دون نسب التلقيح بغير اختلاف بين العلماء. ولهذا تعبير الحنابلة يقول من باع نخلا تشقق طلعه، تشقق طلعه، أخذوا بالقول الأول. نعم. فمتى ظهر الثمرة فهي للبائع. نعم. وإن لم تظهر فهي للمشتري. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها لذي باعها إلا أن يشتد عن المبتاع. رواه البخاري ومسلم ولفظه قد أبرت. بعد أن تؤبر أو قد أبرت، قالوا معناها تشقق طلعها، لأن من لازم تشقق الطلع التأبير، سواء وجد التأبير أو لم يوجد. نعم. مسألة. وكذلك بيع الشجر إذا كان ثمره باديا. يقاس على النخل، الحديث ورد في النخل، فيقاس عليه كل الشجر الذي له ثمر يخرج من أكمام، ثمر الذي يخرج من أكمام، إذا خرج من أكمامه فإنه للبائع. إذا كان وقت العقد قد خرج من أكمامه فإنه للبائع، وإن كان وقت العقد لم يخرج من أكمامه فهو للمشتري. نعم. والشجر على خمسة أرض: الأول ما تكون ثمرته في أكمامها، ثم يفتح الكمام فتظهر النخل، فتظهر كالنخل والسفر ريانه، وهو الأصل الذي وردت السنة ببيان حكمه وما أعلاه قسم عليه. يعني إن ثمار الأشجار على خمسة أنواع: النوع الأول ما يكون في أكمام في الأول ثم تتفتح، مثل النخل، مثل النخل، وهذا هو الذي ورد به الحديث، فيقاس عليه ما شابهه. النوع الثاني: هذا الضرب القطن وما يبصر نوره كالورد والياسمين والنرجس والبنفسج، فإنه يظهر في أكمامه ثم يفتح كمامه فيظهر. النخل هو الأصل، ويقاس عليه ما شابهه، مثل الورد والنرجس والياسمين، هذه أشجار يظهر طلعها أولا في أكمام ثم تتفتح بعد ذلك، فهي مثل النخيل في الحكم. نعم. أو الطلع يفتح جنبته يظهر نوره فهو للبائع. نعم. وإن لم يظهر فهو للمشتري قياسا على النخل. نعم. الطلع الثاني ما له ثمرة بارزة كالجميز والتوت والتين. ما
النوع الثاني ما ثمرته بارزة من الأول، يعني ليست فيها أكمام، تظهر من الأول، تنعقد من الأول، مثل العنب، العنب ليس له أكمام، ومثل سائر الأشياء التي يكون ثمرها ينعقد من الأول بغير أكمام، ينعقد صغيراً ثم يكبر شيئاً فشيئاً، مثل البطيخ، مثل العنب. فهذه إذا ظهر، إذا انعقد فيها شيء وقت البيع فإنه يكون للبائع، وإذا باعها قبل أن ينعقد فيها شيء ثم انعقد بعد ذلك فهو للمشتري. فلو باع شجرة العنب قبل أن ينعقد فيها شيء ثم انعقد فهو للمشتري، لأنه انعقد على ملكه. أما لو باع شجرة العنب وقد انعقد فيه حب العنب، انعقد فيه حب العنب، وكذلك الرمان وكذلك التوت، هذا كله ما له أكمام، فيكون الحكم في انعقاد الثمرة صغيرة ثم تكبر، فإذا باعها بعد الانعقاد فهي للبائع، وإذا باعها بعد قبل الانعقاد فهي للمشتري. باع العنب قبل الانعقاد، باع التوت قبل الانعقاد، باع أشجار البطيخ قبل الانعقاد، ثم انعقد فيها شيء بعد العقد فهو للمشتري، لأنه انعقد على ملكه. أما العكس فبالعكس، إذا باعها بعد الانعقاد فثمرتها تكون للبائع، والمشتري له الشجرة فقط. نعم. فما كان منه ظاهر فهو للبائع. نعم. لأنها ثمرة ظاهرة وهي كالطلع المخطط. نعم. وما ظهر بعد العقد فهو للمشتري لأنه حدث في ملكه. هكذا. نعم. هذا النوع الثاني. الثالث ما له قشر لا يزول إلا عند الأكل. فالرمان والعوز فهو للبائع إن كان ظهر لأن قشره في مصلحته فهو كأجزاء الثمرة. النوع الثالث ما له قشر يلازمه لا ينفتح أبدا، لأنه من صالح الثمرة بقاؤه عليها إلى أن تنضج، مثل الرمان والتفاح والحمضيات، هذه لها قشور لا تتفتح، تبقى تحفظها إلى أن تنضج، فإذا أراد أكلها أزال القشر. هذه مثل النوع الثاني، مثل النوع الثاني، مثل الذي قلنا في العنب وفي التوت وغيره، إن باعها قبل انعقاد شيء فيها ثم انعقد بعد العقد فهو للمشتري، وإن باعها بعد انعقاده فهو للبائع. نعم. الرابع ما له قشران كاللون والجوز، فهذا للبائع بنفس الظهور لأن قشره لا يزال في الخارج إلا بعد ذلك فهو الرمان. وقال بعض أصحابنا: إن تشقق قشره الأعلى فهو للبائع، وإلا فهو للمشتري، لأنه لا يذكر في قشره الأعلى بخلاف الرمان. النوع الثالث والثاني سواء، والرابع كله سواء، ما له قشر يلازمه ولا يؤخذ عنه إلا عند الأكل، فحكمه حكم ما ليس له قشر، مثل العنب والتوت. نعم. يعني وجود القشر وعدم السواء. نعم. الخامس ما تظهر ثمرته في لونه ثم يتناثر لونه كالعنب والمشمش والتفاح، فكان كتأثير النحل، ويحتمل أنه للبائع بظهور لونه، لأن استتار الثمرة باللون كاستتار ثمرة النحل بعد التأثير من قشر الأبيض. نعم. السادس ما يقصد ورقه كالتوت، فيحتمل أنه للمشتري بكل حال إذا سمعها سائر الورق، ويحتمل أنه إن تفتح فهو للبائع وإلا فهو للمشتري، لأنه ها هنا كالثمر مسألة، فإن باع المرة فيها زرع لا يقصد إلا مرة كاللوم والشعير فهو للبائع ما لم يشتريه المشتري، لأنه ورد مسألة فإن باع الأرض فيها زرع لا يقصد إلا مرة، انتهى من حكم بيع الأشجار، انتقل إلى بيع الأراضي. بيع الأراضي، إذا باع أرضا وهذه الأرض عليها زرع
مزروعة، الأرض لا شك أنها للمشتري، لكن الزرع لمن يكون؟ الزرع إن كان لا يؤخذ مرة واحدة مثل الحبوب الشعير، ما يؤخذ إلا مرة واحدة، فهذا يبقى على الأرض إلى أن يحصد ويكون للبائع، لا يدخل في البيع إلا أن يشترطه المشتري، إلا أن يشترطه المشتري فيكون تبعا للأرض إذا اشترطه، وإذا لم يشترطه فهو للبائع ويبقى على الأرض إلى أن يحين حصاده فيحصده البائع ويأخذه ويفرغ الأرض لصاحبها. أما إذا كان يؤخذ عدة مرات مثل الرطبة وهي البرسيم، البرسيم يؤخذ عدة مرات يحصد في كل مرة، فإذا باع أرضا عليها برسيم فالحصدها الأولى للبائع وبقية الحصدات المقبلة تكون للمشتري. إذا باع أرضا عليها برسيم مزروع يؤخذ عدة مرات كما هو معروف، الحصدها الأولى تكون للبائع وبقية الحصدات تكون للمشتري. نعم. فإن باع الأرض فيها زرع لا يقصد إلا مرة كالبقي والشعير فهو للبائع هذا المشترك المشتري. نعم. لأنه ظاهر مكانك للبائع أشبه بالثمرة في الرطبة. نعم. وإن كان الجنس مرة بعد أخرى كالرطبة والبقول. الرطبة هي البرسيم. نعم. فالأصول للمشتري والجنس الظاهرة عند البيع للبائع إلا أن يشترطه المبتاع للبائع. نعم. مسألة. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبلغ صلاحها. ذكر أصلين الأشجار والأراضي. ثم انتقل إلى بيع الثمار. بيع الثمار وحدها دون الأشجار. كما لو باع ثمر النخل. النخل الآن فيه ثمر. وباع الثمر دون النخل ودون الأرض، متى يجوز هذا ومتى لا يجوز؟ الرسول صلى الله عليه وسلم فصل في هذا فقال نهى عن بيع الثمار، نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. فلا يجوز لأحد أن يشتري ثمرة على النخل إلا بعد بدو صلاحها، وبدو صلاحها بأن تحمر أو تصفر، فإذا بدا بها الاحمرار أو الاصفرار جاز بيع الثمر، أما قبل بدو صلاحها فلا يجوز بيعها لأنها عرضة للآفات والجوائح، فيحصل في ذلك نزاع، وربما أن المشتري يدفع القيمة ثم تصاب الثمرة بجائحة فيحصل النزاع بين الطرفين. أما إذا بدا صلاحها فإنها تأمن العاهة بإذن الله، يطيب أكلها وتأمن العاهة وتصلح للأخذ حين ذاك، يجوز بيعها بعد بدو صلاحها. وكذلك مثل النخل غيره من الثمار مثل العنب وبقية الثمار، لا يجوز بيع الثمار كلها من نخيل وغيرها حتى يبدو صلاحها وتصلح للأكل، أما قبل ذلك فلا يجوز بيعها لأنها عرضة للآفة والتلف فيحصل بذلك النزاع وأكل المال بغير حق. قال صلى الله عليه وسلم أرأيت إن أخذ الله الثمرة بما يأكل أحدكم مال أخيه. نعم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، فلو باع قبل بدو صلاحها لجهز إلا بشرط الطهر، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، متفق عليه. وفي لفظ نهى عن بيع الثمار حتى تزهو، وعن بيع السنبل حتى يبلغ ويأمن العاهة، رواه مسلم. ولأن في بيعه غرض من غير حاجة فلم يجد، كما لو اشترط التقطيع وإن باعها بشرط القطع جاز بالإجماع. إذا باع ثمر النخل وهو أخضر، لم يبدو فيه الإحمرار أو الإصفرار لم يجوز،
إلا بشرط القطع في الحال، إذا كان ينتفع به يقطعه في الحال ينتفع به فلا بأس، أما أن يشتريه وهو أخضر ويبقيه على النخل حتى يبدو صلاحه فهذا لا يجوز، لأنه عرضة للتلف والآفات. نعم. مسألة: ورباع الثمرة بعد وجود صلاحها على الترك إلى الجداد جاز. أما إذا بدا صلاحها بأن احمرت أو اصفرت جاز بيعها، وهو حينئذ بالخيار، إن شاء أخذها في الحال وإن شاء أبقاها حتى تتمر ويأخذها شيئا فشيئا أو يجدها في وقت واحد، هو بالخيار، بعد بدو صلاحها يجوز بيعها، والمشتري بالخيار، إن شاء أخذها وإن شاء أبقاها إلى الجداد، لأنه وقت رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم في البيع. نعم. قال أبو حنيفة: لا يجوز بشرط التبقية، لأنه شرط الانتفاع بملك البائع على وجه لا يقتضيه العقد، فلم يجوز كما لو شرط تبقية الطعام في بيته. الجمهور على أنه يجوز للبائع أن يبقيه إلى الجداد أو يأخذه شيئا فشيئا كالرطب مثلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك وأطلق، ولأن من مصلحة المشتري بقاءه إلى الجداد أو أن يأخذه شيئا فشيئا، هذا من مصلحة المشتري، والرسول رخص فيه بعد بدو الصلاح وأطلق، فيجوز له أن يبقيه، هذا قول الجمهور وهو مقتضى الحديث. وأما عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله فيقول: لا، هو كما لو باعه قبل بدو الصلاح يجب عليه قطعه في الحال، لأنه إذا أبقاه يستغل ملك المشتري البائع، يستغل ملك البائع، وهذا لم يدخل في العقد، استغلاله وبقاؤه ليس داخلا في العقد، ولكن الصحيح والراجح هو قول الجمهور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص بعد بدو الصلاح وأطلق، ولأن مصلحة المشتري تقتضي ذلك، ولأنه معلوم عند الناس أنه عندما يشتري الثمرة بعد بدو صلاحها معروف عند الناس أنها تبقى على رؤوس النخل إلى الجداد، هذا معروف عند الناس. نعم. ولنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، ثبت أنه إنما نهى عن بيعه لتوكل التغطية، لأنه يجوز بشرط القطع، وعنده مطلقة، ثبت أن الذي نهى عنه هو الذي أجازه، ولأن النقل والتحويل يجب في البديل بحكم الحكم، فإذا اشترط أبو جاز كما لو اشترط نقل الطعام من ملك الفائل حسب الإمكان، وفي هذا فصل عن من قال. مسألة: فإن أصابتها جائحة رجع بها على البائع. هذه مسألة مشهورة عند أهل العلم، وهي مسألة وضع الجوائح. إذا باع الثمرة بعد بدو صلاحها على رؤوس النخل وأبقاها على رؤوس النخل إلى الجداد، ولكن أصابتها جائحة فتلفت، فهل هي تتلف على ملك البائع ولا على ملك المشتري؟ اختلف العلماء في ذلك، منهم من قال إنها تكون على ملك المشتري فيضمنها للبائع، إنها تكون على ملك البائع فيضمنها للمشتري، لأن المشتري لم يقبضها قبضا تاما، لم يقبضها قبضا تاما، فإذا تلفت فإنها تكون من ضمان البائع، ويرجع المشتري بالثمن الذي دفعه إليه، لأنه لم يقبضها قبضا تاما، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، بوضع الجوائح، بمعنى أن البائع يرجع على المشتري بالثمن ويدفعه البائع إليه، لأنه أخذه ولم يتمكن المشتري من أخذ الثمرة حتى تلفت، فبماذا يستحل الدراهم التي أخذها والمشتري لم يقبض الثمرة ويتمكن منها؟ فيلزم البائع أن يرد الثمن على المشتري، ويكون تلف الثمرة عليه هو،
لأن المشتري لم يستلمها ولم يقبضها قبضا تاما. هذا مذهب أحمد وجماعة من أهل العلم. والقول الثاني أنها تكون من ضمان المشتري، إذا تلفت بعد بدو صلاحها فإنها من ضمان المشتري، فلا يرجع على البائع بشيء، ويحل للبائع أكل الثمن، لأنه باعها بيعاً صحيحاً مأذوناً فيه شرعاً، والمشتري قبضها بالتخلية على رؤوس النخل بالتخلية، يعني خلى بينه وبينها ومكنه منها، فتتلف على المشتري. ولكن القول الأول أرجح لورود الدليل فيه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. ولشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله رسالة مستقلة في هذا الموضوع، سماها القول الواضح في وضع الجوائح، القول الصحيح الواضح في وضع الجوائح، وأورد فيها الأدلة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الخلاف وذكر الراجح من القولين. نعم. فإن أصابتها جائحة وجع بها على البائع. نعم. روى جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بعت لأخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من ثمره شيئا، لم تأخذ من مال أخيك بغير حق. رواه مسلم والإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه. هذا حديث صحيح وصريح أيضا في أن الجائحة موضوعة، وأن المشتري يرجع على البائع بالثمن، وتكون الثمرة تلفها على البائع لأنه لم يسلمها إلى المشتري تسليما تاما، أصابتها الجائحة وهي على رؤوس النخل فتكون من ضمانه. هذا هو القول الصحيح. نعم. رواه مسلم والإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه ولفظهما: من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يأخذ من مال أخيه شيئا، على أن يأخذ أحدكم مال أخيه المسلم، لأن المشتري لم يستفد، لم يستفد شيئا، تلفت الثمرة لم يستفد شيئا، فالبائع لماذا يأكل الثمن في غير مقابل؟ هذا معنى الحديث. والجائحة يراد بها كل الآفات السماوية، الجائحة كل الآفات السماوية التي تنزل، مثل البرد، مثل الجراد لو جاء جراد وأكلها، كل الآفات السماوية مثل الصواعق والرياح وغير ذلك التي تتلف الثمار، لأن الثمار ما دامت على رؤوس النخل فهي عرضة، عرضة للتلف، عرضة للآفات. نعم. وهذا صريح في الحكم فلا يجزم عنه. وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. مسألة بوضع الجوائح يعني بأن توضع عن المشتري، توضع عن المشتري ولا يلزم بالغرامة، بل يرجع على البائع بالثمن الذي دفعه ويأخذه منه شرعاً. نعم. مسألة: وصلاح ثمن النخل أن يحمر أو يسمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم علق جواز البيع على بدو الصلاح، فما هو بدو الصلاح؟ جاء في الأحاديث ما يبينه أنه أن تحمر أو تصفر، إذا أحمر طلع النخلة أو اصفر وهو ما يسمى عند العوام باللون جاز البيع حينئذ، هذا بدو الصلاح في ثمار النخيل. نعم. وصلاح ثمار النخل أن يحمر أو يصفر. نعم. والعنب أن يتلون، وسائر الثمر أن يبدو فيه النضج ويذوب أكله. في النخل أن يحمر أو يصفر، علامة واضحة، علامة واضحة. وفي غيره من الثمار كالعنب أن يطيب أكله، أن يطيب أكله يصلح للأكل. العنب يتموه حلو، إذا تغير من الحموضة إلى الحلاوة وصار صالحا للأكل جاز بيعه، أما قبل ذلك فلا يجوز،
وكذلك بقية الثمار، الرمان يجوز بيعه إذا صلح للأكل، أما قبل أن يصلح للأكل فإنه لا يجوز بيعه، وهكذا بقية الثمار. نعم. لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع التمر حتى تطيب، متفق عليه. حتى تطيب يعني يصلح أكلها وتأمن العاهة. نعم. ونهى عن بيع التمر حتى تزهو، قيل وما تزهو؟ قال تحمار أو تصفار. ونهى عن بيع الحب حتى يشتد، ونهى عن بيع الإنم حتى يسود. رواه الترمذي. كل هذه علامات على بدو الصلاح، الحب إذا اشتد، حب الزرع إذا اشتد، إذا اشتد الحب في السنابل وظهر عليه الاصفرار جاز بيعه، أما قبل ذلك فلا يجوز لأنه عرضة للتلف. والعنب أن يتغير لونه من الخضرة إلى السواد إذا ظهر مثل النخل، يتغير لونه جاز بيعه. نعم. باب الخيار. مسألة: البيعان بخيار ما لم يتفرقا بأبدالهما. الخيار معناه طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ، طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ. والخيار يكون في البيع، وهو أنواع. النوع الأول خيار المجلس، خيار المجلس، إذا حصل العقد بين الطرفين بين البائع والمشتري فلكل منهما الخيار ما دام في المجلس، في مجلس العقد، فإذا تنازل أحدهما فله ذلك. إذا قال بعت عليك السيارة مثلا فقال اشتريتها، هذا هو العقد، هذا هو العقد، لكن ما دام في المجلس فلكل منهما الخيار، فلو تنازل البائع فله ذلك، ولو تنازل المشتري فله ذلك، لأن الإنسان قد يمضي العقد لكن يندم، قد يستعجل ويمضي العقد ثم يندم، فالشارع جعل له مدة، جعل له مدة يراجع فيها نفسه ويتأمل هل هذا البيع في صالحه أو ليس في صالحه، فإن كان في صالحه أمضاه، وإن لم يكن في صالحه فإنه يرده، ويكون هذا في مدة المجلس فقط، هذا يسمى خيار المجلس. فإذا تفرق لزم البيع، إذا تفرق ولم يفسخ أحد منهما البيع لزم البيع، لقوله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر. فإذا تفرق وجب البيع، وهذا من محاسن هذه الشريعة الإسلامية، أن جعلت الخيار للمتبايعين ما دام في المجلس من أجل أن يفكر كل واحد منهما في أمره، فإن رأى أمضاء البيع أمضاه، وإن رأى فسخه فسخه، ولا يلزم من أول وهلة، لأنه قد يندم وقد يحصل عليه شيء من الخسارة، فالشارع جعل له هذه الفترة يتروى فيها. فالعقد يصح بالإيجاب والقبول، ولكن يبقى الخيار إلى نهاية المجلس، هذا خيار المجلس، والقول به هو قول الإمام أحمد والشافعي، وذهب جماعة من أهل العلم كالإمام أبي حنيفة ومالك إلى أن العقد يلزم بمجرد نهاية الإيجاب والقبول، وليس فيه خيار إلا بالشرط، إذا شرط له الخيار، أما إذا لم يشترط فإن العقد يلزم بمجرد التلفظ، ولكن الدليل مع القول الأول، مع الذين قالوا بثبوت خيار المجلس ولو لم يشترط الخيار. نعم. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدالهما. عدهم.
البيعان بالخيار. لا من الأول. مسألة البيعان بالخيار ما يتفرق بأبدالهما، لما روى ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: البيعان بالخيار ما يتفرق متفق عليه. وفي لفظ: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما يتفرق وكان جميعا أو يغير أحدهما الآخر. خير. أو يقيد أحدهما الآخر فيتبايع على ذلك فقد وجد البيع متفق عليه. هذا حديث واضح في إثبات خيار المجلس، إثبات خيار المجلس، فهو حجة على من لم يروه من العلماء الذين قالوا بعدم خيار المجلس، أخذوا بعمومات النصوص كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قالوا: وهذا عقد يجب الوفاء به. والجواب عن ذلك أن الآية عامة والحديث خاص، فيحمل العام على الخاص، أو تقول الآية مطلقة، الآية مطلقة والحديث مقيد، فيحمل المطلق على المقيد ولا تنافي بين الآية والحديث. نعم هذا هو الصحيح. نعم. مسألة: فإن تفرقا ولم يطلب أحدهما البيع فقد وجب البيع. إذا تفرقا ولم يطلب أحد منهم فسخ البيع فإنه يلزم البيع، يلزم بمجرد التفرق ومغادرة الاثنين للمجلس أو مغادرة واحد منهما. إذا غادر الاثنان البائع والمشتري، غادر المجلس وتفرق كل ذهب إلى جهة، أو قام واحد وذهب والأول باقي في المجلس، يلزم البيع سواء تفرق جميعا أو ذهب واحد منهما. أما إذا قام من المجلس وذهب جميعا، يمشيان جميعا، فالمجلس مستمر معهما، لهما الخيار ما لم يتفرقا. نعم. والتفرق يكون بالأبدان. نعم، بمغادرة المكان وذهاب كل واحد منهم إلى جهة غير الجهة التي ذهب إليها صاحبه، هذا هو التفرق. نعم. فإن ابن عمر كان يمشي خطوات حتى يلزمه البيع إذا أراد لزومه. ابن عمر راوي الحديث، ابن عمر راوي الحديث، كان إذا عقد عقدا مع أحد وصار يرغب في هذا البيع فإنه يقوم ويمشي خطوات من أجل أن يلزم البيع. هذا تفسير منه وبيان لمعنى التفرق، بيان لمعنى التفرق، وهو أن يغادر أحدهما المجلس ولو بخطوات يسيرة. نعم. جائزة لا بأس ما لم يتفرق، حصل التفرق. نعم. ولا خلاف في لزومه بعد التفرق، والمرجع فيه إلى عرف الناس وعاداته، لأن الشارع علق عليه حكما ولم يبينه، فدل على أنه أقر على ما يعرفه الناس كالفضل والإحراز. يعني أن التفرق يرجع إلى عرف الناس، فما عدوه تفرقا حصل به لزوم البيع، وما لم يعدوه تفرقا فإنه لم يحصل به لزوم البيع. وفعل ابن عمر يبين هذا، وهو أنه يقوم من المجلس ويمشي خطوات، يستدبر صاحبه ويمشي خطوات، فهذا تفرق. لو كان في غرفة وخرج واحد منهما حصل التفرق، لو كان في بيت وخرج واحد إلى الشارع حصل التفرق، وهكذا. لو كانوا في سيارة مثلا، راتبين في سيارة وحصل العقد ثم نزل واحد منهما حصل التفرق، وهكذا. التفرق يرجع إلى العرف، إلى عرف الناس، إلى عرف الناس. لو كانوا يمشون جميع وحصل العقد، يمشون جميع وحصل العقد وهم يمشون، ثم واحد منهم فارق صاحبه، ترك الطريق هذا وراح إلى طريق آخر، حصل التفرق أيضا. نعم. التفرق العرفي هو التفرق بالأبدان. نعم. كذلك فسره ابن عمر وتفسيره مولى لأنه راوي الحديث. نعم. إلا أن يشترط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة.
فيكونان على شرطهما وإن طالت المدة إلا أن يقطعان، لأنه حق يحتمل الشرط، فجاء ذلك فيه كالأجل. النوع الثاني من أنواع الخيار خيار الشرط، خيار الشرط بأن يتبايع ويشترط أو يشرط واحدا منهما الخيار له مدة 3 أيام 4 أيام 10 أيام شهر، لا بأس، المسلمون على شروطهم، فإذا شرط له الخيار جاز ذلك، وهذا لم يخالف فيه أحد أنه إذا شرط الخيار فله ذلك، يعني أنا شريت منك لكن لي الخيار لمدة شهر أسبوع 10 أيام أقل أو أكثر جاز هذا، أو قال البائع أنا بعت عليك ولكن لي الخيار إلى 2 أو 3 أو كذا حتى أراجع نفسي أو أشاور أحد، فله الخيار في ذلك، هذا يسمونه الخيار خيار الشرط. نعم، لأنه حق يعتمد الشرط فجاز ذلك فيه كالأجل، ولا يجوز مجهولا لأنه مدة محققة بالعقد فلم يصح مجهولا بالتأجيل. من شرط صح من لا يصح خيار الشرط، خيار الشرط لا يصح إلا إذا بينت مدته، بأن يقول لي الخيار 2 أو 3 شهر، أما أن يقول لي الخيار بشرط أن لي الخيار ولم يبين المدة فهذا الشرط غير صحيح لأنه مجهول، يحصل الضرر على الطرف الثاني، لا بد أن تحدد مدة الخيار المشروط، يعني تحدد بأيام أو بأسبوع أو بشهر، المهم أن تكون محددة حتى يعرف الطرف الثاني نهايتها. نعم، وهل يفسد به العقد على روايتين؟ يعني إذا لم يحدد، إذا لم يحدد فإنه يفسد هذا الشرط، وهل يفسد به العقد نظرا لوجود الغرر أو لا يفسد، يفسد الشرط فقط ولا يفسد العقد قولا. نعم، على روايتين إحداهما لا يفسد بحديث الرواية وإنما يفسد الشرط فقط ويلزم البيع. نعم، والثانية يفسد لأنه عقد طارته شرط فأفسده أشبه نكاح الشراء. القول الثاني أنه إذا فسد هذا الشرط فسد العقد، لأنه إنما باع على شرط ولم يحصل له ففسد العقد. نعم، وعنه يصح مجهولا لقوله عليه السلام المؤمنون على شروطه رواه الترمذي. نعم، وقال حديث صحيح. فعلى هذا اذا كان خيار مطلقا مثل ان يقول لك الخيار من متى شئت او الى الابد فهما على خيارهما ابدا او يقطعا، هذا شرط مجهول فلا يصح، لان يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، وهذا فيه غرر، فيه ضرر على الطرف الثاني، يقول لك الخيار إلى الأبد هذا فيه غرر، فيه جهالة، فيه ضرر على الطرف الثاني، يقول متى ما شئت تفسخ البيع، لو ما فسخ إلا بعد 10 سنين أو 20 سنة يحصل ضرر على الطرف الثاني. نعم، وإن قال إلى أن يقوم زيد أو ينزل المطر ثبت الخيار إلى زمن اشتراطه أو ينقطع القرض. إذا قال لك الخيار إلى أن يقوم زيد من مجلسه، ومعروف متى يقوم زيد، زيد معروف أنه يجلس الضحى ويقوم عند الظهر، عادته كذا، أو قال لك الخيار إلى أن يخرج الدرس مثلا، إلى أن يخرج الدرس معروف أو المحاضرة معروف أنه ساعة ساعتين، أو لك الخيار إلى أن تنتهي الدراسة هذا اليوم، معروف أن الدراسة تنتهي الصحيح أنه لا يفسد العقد، يفسد الشرط فقط. نعم، لا، السلعة تبقى موقوفة حتى يلزم البيع. نعم، ما يتصرف فيها. نعم، مسألة، وإن وجد أحدهما إذا تصرف فيها أمضى، فمعناه أنه أمضى البيع. نعم، مسألة، وإن وجد أحدهما بما اشترى عيباً لم يكن عيبه فله رده أو أخذه. هذا النوع الثالث من أنواع الخيار، وهو خيار العيب. وإن
خيار العيب، لعلنا نقف عليه، نقف على خيار العيب إذا كان فيه أسئلة. نعم. لا، خيار الشر ما يبطل بالتفرق، إنما يبطل بتمام المدة. نعم. ما دام في المجلس، ما دام في المجلس فالخيار باقي. نعم. ما دام في المجلس فالخيار باقي. نعم. ولو كان في عدة عقود. هذه ما ذكرها المصنف، ما ذكرها المصنف ولذلك لم. نعم. أي نعم. فضيلة الشيخ، هل يعد تغير المجلس تفرقا وإلا أن يفارق أحدهما الآخر كالانتقلان من مكان إلى المجلس سويا؟ هذا قلنا إن ما دام جميعا لم يحصل التفرق، ولو قام من المجلس الأول إلى مجلس آخر فإن التفرق لم يحصل، أو قام من المجلس وركب في السيارة جميعا لم يحصل التفرق، تفرق بالأبدان، لازم يغادر أحدهما الآخر، هذا التفرق. أما الانتقال من مجلس إلى آخر فهذا الخيار باقي والمجلس باقي. نعم. لا هو الظاهر، الظاهر حديث بريرة. اي نعم، حديث بريرة، لأن الخيار المجهول ليس في كتاب الله، الخيار المجهول ليس في كتاب الله، إنما الذي في كتاب الله يعني في السنة النبوية هو الخيار المعلوم. نعم. أقول فضيلة الشيخ، ما هو الفرق بين قول القائل هذا البيع باطل وهذا البيع فاسد؟ عند الحنابلة لا فرق بين الباطل والفاسد، المعنى سواء، لا فرق بين البطلان والفساد عند الحنابلة، لا سيما في البيع أو ما سواء، إنما فرقوا بين الباطل والفاسد في النكاح فقط، قالوا الباطل ما أجمع على بطلانه والفاسد ما اختلف فيه، هذا في النكاح خاص عند الحنابلة. نعم. أو قالوا الباطل في النكاح ما اختل ركنه والفاسد في النكاح ما اختل شرطه، فإنما يفرقون بينهما في النكاح فقط. نعم. يقول فلان أجنبي، قال رجل اكتب البيت باسمك ولك مني كل شهر مبلغ كذا وكذا. نعم. عاد السؤال. يقول فلان أجنبي، قال رجل فلان أجنبي أجنبي نعم. قال رجل اكتب البيت باسمك، اكتب البيت باسمك ولك مني كل شهر مبلغ كذا وكذا، أو يقول اشتري ولك مبلغ، ما الحكم في هذا؟ وما الحكم إذا أقرب أو ضام عليه كبير مبلغاً لكي يؤمني أو يكتب البيت باسمه؟ ما هو الحكم؟ ما هو واضح السؤال. أجنبي يعني قصدي غير سعودي. أي هو؟ نعم. شو يقول؟ أجنبي. أي يقول إذا قال يعني واحد مستقدم غير سعودي، قال لواحد من السعوديين اكفلني أبقى في السعودية ولك مبلغ كذا وكذا، هذا لا يجوز، الكفالة لا يجوز أخذ العوض عليها، لأنها عقد إرفاق، عقد إرفاق ونفع يطلب فيها الأجر، لأنها إحسان فلا يؤخذ عليها عوض من الدنيا. وكذلك القرض، إذا قال أقرضني ولك كذا وكذا، هذا ربا صريح، القرض لا يجوز اشتراط الزيادة فيه ولا أخذ النفع عليه، النفع الدنيوي، قوله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو ربا، فأخذ العوض على الكفالة وأخذ العوض على القرض وأخذ العوض على أن يكتب البيت باسمه كأنه له في الحقيقة لغير السعودي، كل هذا لا يجوز، هذا تدليس واحتيال على نظام الدولة وكذب ولا يجوز. لو أن مثلا غير السعودي اشترى بيت، ومعلوم أن النظام لا يجيز هذا، لا يجيز لغير السعوديين أن يشتروا عقارات في المملكة، لكنه قال لواحد سعودي أكتبه باسمك، سنه لك، ما هو بلي،
في الظاهر انه للسعودي، وفي الحقيقه انه للاجنبي. هذا كذب ولا يجوز، واذا اخذ عليه عوض فهو حرام. كل هذا من التدليس ومن الخيانه لولي الامر ومن الكذب والاحتيال، ويجب ترك هذه الحيل الباطله واكل الاموال بالباطل، لان هذا يحصل فيه فساد وتلاعب بالانظمه، ويحصل فيه تغرير بالحكومه وبالمسؤولين، فلا يجوز. المفترض في المسلم الصدق، المفترض في المسلم الصدق في المعاملات وعدم الاحتيال والكذب. وان كان هذا كثر في بعض الناس الذين لا يهمهم الا جمع المال واخذ المال، لكنه لا يجوز. نعم. قيل للشيخ: هل المبرر من حلاله بين الباطل والفاسد كذبا في الحج؟ قالوا: يمضي في فاسده ولا يمضي في باطله. وقال الباطل ما اريد به، الباطل هو الفاسد، الحج الباطل هو الحج الفاسد، سواء، ما بينهم فرق، لا فرق بينهما. نعم. قيل للشيخ: هل هما ذكر الشارع فيما اختلف فيه عن العلتان وهما الحين والوزن؟ أعيد السؤال. الشارح لا تقرب من الميكروفون. ذكر الشارع فيما اختلفت فيه العلتان وهما الكيل والوزن، أن فيه روايتين عن الإمام أحمد، إحداهما بالتحريم قياسا على ما اتفقت فيه العلتان، والأخرى بالجواز لعدم اجتماع وصف علة الربا أشبه الثياب بالحيوان، فما هو الراجح من قوله مع تركيبه ذلك؟ الراجح أنه إذا بيع المكيل بالموزون أنه يجوز التفاضل، لأنهما صار جنسين، هذا مكيل وهذا موزون، كما لو باع ذهبا ببر، البر مكيل والذهب موزون، فيجوز التفاضل. اختلفت العلة، اختلاف للجنس. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم. فإذا باع مكيلا بموزون جاز التفاضل لاختلاف العلة. نعم. وعرفنا أن المكيل لا يجوز تحويله إلى موزون، كما أن الموزون لا يجوز تحويله إلى مكيل، الكل يبقى على أصله من أجل التمييز بينهما والتفريق بينهما. فلو بيع المكيل موزونا لم يصح، ولو بيع الموزون مكيلا لم يصح. نعم. كل يبقى على معياره الأصلي. نعم. لكن ينظر إلى الأصل، ما ينظر إلى الكيلو، ينظر إلى الأصل. الأصل وقت نزول التشريع المكيل يرد إلى الأصل، والموزون يرد إلى الأصل. تغير الكيلو أو كيلو ما يبنى عليه حكم. نعم. الوزن معروف عند الناس كيف الوزن؟ نعم. الوزن كيلو وزن، مش فيه وزن وزن. الوزن هو وزن. هنا كيل أو وزن؟ لا، وزن. الكيل يكون بمل، أن يملأ المكيل، هذا الكيل، مثل الصاع يملأ بالبر، بالتمر، بالدهن. الدهن مكيل أيضا، فالمكيل يكون بملء الوعاء الذي يعتبر مكيلا، وأما الوزن فيعتبر بالثقل، ثقل الشيء في الميزان، هذا الوزن. نعم. إذن فالكيل بالكم، وأما الوزن فهو بالثقل. نعم. هذا كلامنا في دخول الربا، في دخول الربا بيع بعضهم ببعض. أما الوزن في الفطرة والوزن في الأمور الأخرى، هذا لا 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 بأس، لأنه لا يدخله ربا، لا يدخله ربا. نعم. فضيلة الشيخ،
أرجو منكم بيان الأدلة الصحيحة في الذهب والفضة وفي البر والشعير والثمر. أرجو منكم بيان الأدلة الصحيحة في الذهب والفضة وفي البر والشعير والثمر. الراجح أن العلة في الذهب والفضة النقدية ثمنية، كونها أثمان كونها نقود، هذا هو العلة في الذهب والفضة، فيقاس عليها كل ما اعتبر نقودا من الأوراق المعروفة الآن، الأوراق النقدية. وأما العلة في البر والشعير والتمر والملح فهي الطعمية مع الكيل، طعمية مع الكيل، أي كونها مكيلة وكونها مطعومات، يعني أطعمة تؤكل على أنها أطعمة، مجموع الوصفين الطعمية مع الكيل، هذا هو الراجح. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم صلاة تحية المسجد في الأوقات المكروهة للصلاة، وهل المسألة فيها خلاف؟ نعم، المسألة فيها خلاف. إذا دخل الإنسان المسجد في وقت نهي بعد العصر مثلا أو بعد صلاة الفجر، المسألة فيها خلاف. من العلماء من يمنع من الصلاة في هذا الوقت لعموم النهي، ومنهم من يرى فعل تحية المسجد أخذا بعموم الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قالوا هذا عام في جميع الأوقات، الأمر عام، لم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم شيء. وقالوا هذه من ذوات الأسباب، تحية المسجد من ذوات الأسباب التي تفعل عند وجود أسبابها في أي وقت، مثل صلاة الكسوف، مثل صلاة الجنازة، وتحية المسجد، ركعتي الطواف، كل هذه ذوات أسباب، إذا وجد السبب تفعل الصلاة عند وجود أسبابها، هذا هو الصحيح. قول الصحيح أن تحية المسجد تفعل في وقت النهي لأنها من ذوات الأسباب. نعم، مثل صلاة الكسوف. نعم. إذا تغير، إذا انتقل من كونه مكيل أو موزون، انتقل إلى مصنوع مثل الحديد، صار أواني أو صار أصياف أو صار سيارات، لا ما يدخله الربا، انتقل من كونه ربوي إلى كونه غير ربوي. يجوز بيع السيارة بالسيارتين والثلاث، ويجوز بيع الإناء بإناءين أو ثلاثة أواني، ما يخالف، أنه أصبح ما هو ربوي. لا، الذهب هذا موزون، يبقى موزون حتى ولو كان مصنوعا، هو موزون، يباع بالغرامات. نعم. يعني إذا باع المسبوك بغير المسبوك يجب التساوي في الميزان. الصناعة لا اعتبار. لا، الصناعة هنا غير مقصودة، غير معتبرة، لأنه يباع بالغرام وما يباع ما يباع بالعدد، يباع بالغرام. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز سجود التلاوة على المقابر؟ لا يجوز في المقابر سجود تلاوة ولا سجود شكر ولا صلاة نافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد، أي مصليات. ولأننا إذا أجزنا سجود التلاوة في المقبرة فهذا وسيلة إلى إجازة الصلاة، فلا يجوز هذا. نعم. صلاة الجنازة خاصة، مستثنات، صلاة الجنازة مستثنات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في المقبرة، هي مستثنات من النهي. نعم. فضيلة الشيخ، أنا طالب علم، ادعوا لي بالثبات، ولكن أعاني من مشكلة وهي أسمع بعض الأحاديث ولا أعلم هل هي صحيحة أم لا، فهل يوجد كتاب يبين لي صحة الأحاديث من ضعفها وكيف طريقة الإخراج؟ أولا عليك أن تتعلم، أنت لازلت الآن مبتدي، اترك تصحيح الأحاديث وتضعيفها إلى أن تتعلم وتعرف، فإذا عرفت إن شاء الله عرفت الأحاديث الصحيحة من الأحاديث الضعيفة. أما الآن تعلم، أنت في دور التعلم، ولا تشتغل بالتصحيح والتضعيف من الآن. نعم. فضيلة الشيخ، قال علي محفوظ في كتابه بداية المرشدين: والنافذ للناقة كالقابلة للمرأة، معناه أن اللي يولد الناقة مثل التي تولد المرأة، اللي تولد المرأة يقال لها قابلة، وكذلك اللي يولد الناقة
يقال له ناتج، لأن ولد الناقة يسمى نتاجا، نتاج السائمة. هذا كبحث لغوي، هذا بحث لغوي. نعم. قولي الشيخ، ما حكم ما يكتب على بعض الكتب قولي تقول الطالب محفوظة، وما حكم لو قالوا في فلك اتباعا بشرط أن يكتبوه لنا نسبة إلى النفس؟ نعم، هذا نظام معترف به. إذا ألف كتابا، إذا ألف كتابا وقال حقوق الطبع محفوظة، يعني لا يجوز طبعه إلا بإذنه، هذا صحيح، هذا حق له، لأنه كتابه وتأليفه، فلا يجوز لأحد أن يطبعه إلا بإذنه، خشية أن يحصل فيه تلاعب أو تغيير أو تبديل، لا بد يكون للمؤلف الإشراف عليه والإذن بطبعه. وكذلك إذا حقق كتاباً، كتاب الغير، لكن هو قام بتحقيقه، تخريج أحاديثه، تصحيح نصوصه، وقال حقوق الطبع محفوظة، لا بأس، لأن هذا تعبه، هذا تعبه وعمله، فلا يجوز لأحد أن يطبعه إلا بإذنه وإشرافه. وإذا أخذ عليه مالاً فلا بأس، إذا أخذ عليه على تأليفه أو على تحقيقه مالاً فلا بأس بذلك، جائز هذا، لأنه من تعبه، وإن تركه لله وأراد الأجر والثواب فهذا أحسن، إذا أذن بطبعه بدون أن يأخذ شيء هذا أحسن، وإذا أخذ شيئا فهذا جائز، أنه من حقوقه. ونظام المطبوعات هذا نظام معترف به ومعروف، معروف عند الناس ولا بأس به، لولا هذا النظام حصل التلاعب بالكتب، حصل تغيير الكتب، لا بد من ضبطها، ولا بد من الرجوع إلى أصحابها واستئذانهم في طبعها وإشرافهم عليها لئلا تغير، هذا يضبط المؤلفات. نعم. فضيلة الشيخ، أخي توفي وعليه دين أقساط. نعم. أخي توفي وعليه دين أقساط. نعم. والتزمت بسداد الأقساط بيني وبين نفسي، هل يحتاج ذلك إلى أخذ موافقة صاحب الدين وما لا يلزمني نحو ذلك؟ أخوه توفي وعليه دين. نعم. يقول كذا؟ نعم. نعم. والتزمت بسداد الأقساط بيني وبين نفسي، هل يحتاج ذلك إلى أخذ موافقة صاحب الدين وما لا يلزمني نحو ذلك؟ الميت إذا توفي وعليه دين، فإن كان له تركة فإنه يجب تسديد الدين من تركته، مقدماً على الوصية ومقدماً على الإرث. الدين يبدأ به أولاً ويسدد من التركة، فإن بقي بعد الدين شيء فإنه يكون للورثة، وإن لم يبقى شيء فإنه ليس للورثة، هي استحقاق، لقوله تعالى: من بعد وصية توصون بها أو دين. والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالدين وقدمه على الوصية، ولقوله صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يسدد عنه،
الدين أمره عظيم، حتى الشهيد في سبيل الله إذا قتل شهيدا في سبيل الله في المعركة، إذا قتل في المعركة لإعلاء كلمة الله هذا شهيد، يغفر له كل شيء إلا الدين، يغفر له كل شيء إلا الدين. الدين لا يغفر إلا إذا سمح به صاحبه، لأنه حق مخلوق ولا يسقط إلا بعفو صاحبه. الدين أمره عظيم، فإذا كان للميت تركة فإنه يسدد من تركته، وإن لم يكن له تركة وتبرع أحد من أقاربه بسداده هذا طيب، وفيه أجر عظيم وفيه منفعة عظيمة للميت وتبرئة له. ولما قدمت جنازة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليها قال هل عليه دين؟ قالوا نعم عليه دينارا، فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه حتى قال أحد الصحابة الديناران علي يا رسول الله، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه لما تحملها أحد الصحابة عنه. فإذا تحمل أحد عن الميت دينه ولم يكن له تركة، تحمل أحد من أقاربه أو من إخوانه المسلمين ولو لم يكونوا أقارب جاز ذلك، وهذا على حسب ما يصطلح هو وصاحب الدين. إذا وافق صاحب الدين على تأجيله إلى فترات فلا بأس، وإن طلب به جميعا فإنه يسدد جميعا، هذا راجع لصاحب الدين حق له. نعم. 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 لا بأس إذا وافق صاحب الدين على الأقساط، لا بأس، لا بد من رضا صاحب الدين بالأقساط، أما إذا رضي بالتقسيط لا بأس. ها؟ إذا رضي بالتقسيط صاحب الدين لا بأس، ما هو بعقد، هذا تبرع، تبرع من بين المتوفى يحل، المؤجل يحل بالموت، إذا كان على الميت دين مؤجل ومات يحل بالموت. نعم. فضيلة الشيخ هل يجوز الخمس لحرف الصاد عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز وضع صاد بدل صلى الله عليه وسلم، بل يكتب صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، أما كتابة صاد هذا عجز، هذا عجز من الكاتب، والصاد هذه ما تكفي عن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أما الرسول وقال على الإنسان صلى الله عليه وسلم، ها؟ كتب صلى الله عليه وسلم، هذا مقصر، إذا ذكر، إذا جاء ذكر الرسول ولم يصلي عليه هذا تقصير، يفوته الأجر ويترك مشروعا. نعم. وحقا من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من حقه صلى الله عليه وسلم علينا أن نصلي عليه عند ذكره عليه الصلاة والسلام، هذا من حقوقه صلى الله عليه وسلم، فمن لم يصلي عليه فقد ترك حقا من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه. نعم. فضيلة الشيخ إذا مات رجل مسلم وترك زوجتيه وولد وبنتيه فكم يكون ميراث كل زوجة من تركة الزائرة ثمان أعناق يعني، وكم ميراث الولد له؟ إذا ترك زوجة وأولاد فإن الزوجة لها الثمن، وكذلك لو كنا زوجات، ثلاث زوجات أو أربع زوجات ليس لهن إلا الثمن يشتركن فيه، والبقية لأولاده، للذكر مثل حظ الأنثيين، فتأخذ الثمن تعطيه للزوجات بينهن، وسبعة الأثمان للأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا يحتاج إلى قسمة ووقت آخر، فلعله يكتب المسألة ويعطينا إياها أو يحلها هو إن كان يعرف. نعم. لكن الحكم العام هكذا، الزوجات لهن الثمن والباقي لأولاد الميت، أولاد بنيه وبناته، للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. وإن كان له أبوان فلكل واحد منهما السدس، وإن كان له أب فقط فله السدس، وإن كان له أم فقط فلها السدس. نعم. الشيخ إذا قال أحد البيعان لك الخيار حتى يقوم فلان وهما لا يعلمان متى يقوم، فما حكم ذلك؟ يصح هذا، لأن فلان لا بد أن يقوم، هو ما هو مستمر جالس، لا بد أنه يبي يقوم، فإذا قام انتهى الخيار. نعم.
لازم البيع. نعم. لا ما له تهوي، إذا تفرقوا ما له تهوي، يلزم البيع. نعم. أي نعم. نعم. انتهى الخيار بالتلفظ، إذا انتهى التلفظ. إذا وضع السماعة انتهى. ما ما سمعت تو؟ يكون على البائع. أي نعم. لكن المشتري هو الذي قال للبائع هل عندك إلى يعني سلطان ما يضمن المشتري؟ لا لا. اي هذا ما اجتمعوا في مجلس، هذول كل واحد واحد بالمشرق وواحد بالمغرب، تبايعوا بالتلفظ. اي يجوز وينتهي الخيار بانتهاء المكالمه. انتهاء المكالمه. نعم. اي يقول اذا نزل المطر انتهى الخيار. يقول لك الخيار الى ان ينزل المطر. ما هو مجهول، مواسم المطر معروفه. مواسم المطر معروفة بإذن الله. الشتاء هو وقت المطر. نعم. كيف؟ يبعي. جائز هذا، جائز. يعني يجلس على رجليه، يفرش رجليه ويجلس عليهم، هي جاهز لا بس. إن كان الأولى، إن كان الأولى الافتراش، لكن يجوز. نعم. إن شاء الله. نعم. يعني بعض الناس فيه وجع برجليه هذا محتاج إلى الشيء. نعم. خلوا للدرس القادم إن شاء الله. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم.